أخ أبو موسى، رحلة العلاج في ألمانيا الشرقية وفي النمسا استمرت حتى 9 من نوفمبر 1977، وهذا اليوم 9/11/1977 هو اليوم الذي وقف فيه السادات أمام مجلس الشعب المصري يعلن عن نيته التوجه إلى القدس. نعم. وأنت كنت تشاهد ذلك على شاشة التلفزيون. وبعد ما رجعت للنمسا يوم أحد كان رأساً الشباب ودوني على مشفى هو محدده، فمساء رغم أنه عطل عندهم أجاني على المستشفى الطبيب ليقول أيها التاجر تاجر المخدرات أقل لك ذلك جاي أعادك أشوفك، يعني وعارف أني أنا فلسطيني، ففحصني فحص سريري بالليل، قال لي بكريات أنا جاي والعملية بكريات، وثاني يوم سوالي العملية فورا. ما نمالها قصة طويلة. بعدين طلعت على تشيك، كان هناك عاطف أبو بكر مدير مكتبنا هناك، واستقبلني على منطقة يعني معالجة صحية، نقاها ومعالجة صحية. ولغاية يوم 9/11 وأنا في المصح بتفرج على التلفزيون وبنقلوا اللي بدي الإدارة في المحل على محطات، وإذا المحطة عربية لا أذكرها مين، إنما رأيت منظر السادات في مجلس الشعب يلقي كلمة، وإذا بياسر عرفات في الصف الأول، وإذا به يعلن استعداده للذهاب إلى الكنيسة، وبلش القاعة تصفق وأبو عمار يصفق. هنا منظر هذا ما يعني غير معقول. أولا هذا مجلس الشعب لا في مناسبة احتفالية ولا في مناسبة يعني وطنية، عبارة اجتماع. شو جاب ياسر عرفات إلى هذا الجلسة؟ هو قبل سنة قال لك خدعني وضحك علي، قبل سنة بقول لي خدعني يا أخوي، دي قول عبان داء العمان. المهم انه بيصفق مع اللي بيصفقين. انا هنا يعني خلاص قررت العوده وقطع العلاج. انا ما فيش نقاها، ما فيش شو اسمه، بدي لداير سنه ارجع على المانيا يشيلوا لي الحديد، وكمان مره ثانيه منشان رجلي، لانه القدم بعد العمليه ظلت متدليه بهالشكل، فكان لازم يصير عملية شد أوتار القدم ترجع مستقيمة، لأنه يعني العلاج كان ممتاز. هو ما لقيش العصب مقطوع، لقي الطلقة مرة من جنبه ومئذيته يعني خادشته، فنظفه سواله تنظيف وعاود أغلق العملية، ولكن ظل العصب مقطوع. طيب المهم رجعت إلى بيروت، اتصلت مع عاطف أبو بكر قلت له رتب لي سفر، كلمي قلت له ما شفت المنطقة، قال لي شفته، قلت له انا بدي اروح، في شيء في المنطقة لابد نكون موجودين. فيوم 17 ركبت الطيارة، ركبوني الطيارة، شاءت الظروف اليوم اللي كان فيه سادات في دمشق، فوصلت تقريبا الظهريات ولاقوني في المطار الشباب، اخذوني في السيارة، قلت لهم خذوني على أبو عمار دغري، خذوني. صرت في الحالة هاي أنا بمشي على عكستين، معي عكستين، ما عادت بدي كرسي، فأخذوني دغري. كان في بيروت أبو عمار؟ في بيروت كان، رأسان على المكتب، ما عندوش فكرة إني أنا جاي، بس فدت علي، ليه تركت العلاج يا أخويا؟ قلت له مش وقت العلاج هسه، جيت وهيني موجود قدامك، شو اللي صاير؟ شو قصة السادات وبده يعني يطلع على الكيان وعنده استعداد؟ وما شاء الله كنت في الصف الأمامي تصفق له. قال يا أخوي والله أنا ما كنتش عارف إنه بده يلقي كلمة، يعني هو عزمني وأنا مش عارف، كنت ماشي عازمك، شو الموقف؟ قال يا أخوي استنى لنشوف حفظ الأسد، نشوف شو موقف حفظ الأسد. قلت له اعتبر حافظ الأسد بده يروح معاه،
وموافق له. بدنا نستنى موقف سوريا، وين موقفنا احنا؟ بده يروح ولا ما بده يروح؟ شو بصير معاه مع حفظ الاسد؟ هذه حاجه اخرى مش شغلنا فيه. اما احنا موقفنا وين؟ طلع منا موقف، طلع منا كذا، تصايحتنا وياه. وبده يستنى انه ليروح حفظ الاسد يوافق له على السفر ويمكن يروح معه. يحسبها حسبة سياسية. حسبة سياسية. فش فايدة من القاعدة معاه؟ قال لي روح يا اخوي استريح، هسه روح استريح وحنشوف شو بيطلع منه من الاسد. والله طلعت من عنده، قلت الليله بدي انام في احدى عند بعض الشباب، والصبحيات بنزل على الجنوب على موقع. يعني انا قائد القوات. ما زلت في موقعك؟ لا زال الموقع. هسه نائبي الحج اسماعيل هو اللي سد محلي في 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 ليلتي. قاعدين بنصهر ليلتها مع الشباب، بنحكي لهم وبنحكي عن الزيارة وشو مصائبها وشو شو اسمه. وانا بعمار مصدر كتاب الساعة 11 بالليل بإنهاء يعني دوري او استلامي للقوات المشتركة في الجنوب ونقلي الى العمليات المركزية في بيروت. وبعمم وقاعدين فيه على المكاتب، وجابوا لي نسخة يبلغوني فيه الساعة 12 بالليل. قمت قرأت قلت له مش مستني للصبح يعمم، بدوش أنزل للجنوب خلاص نقل، وتعيين الأخ الحج إسماعيل قائدا بدل مني. طبعا الله يعطي العافية ريحني على كل حال، مدام أنه بدوش يعني في الجنوب، هو عارف أنه يمكن نسوي له مشكلة في الجنوب. أما ومدام أنا بإمرتي قوات يخشى يظهر، فخلك جيبه هنا ما فيش عنده شيء في غرفة العمليات. أنا وأبو الوليد، كان أبو الوليد رحمة الله عليه سعد صايل مدير العمليات، وأنا بعرف في عنده نائب، في عنده نائب اللي هو عبد الرازق المجايدة من اللي دخل وموجود في الداخل، الاسم معروف، هذا مساعد له. طيب أنا بدي أجي على العمليات، شو بدي أشتغل يعني؟ بده يصير شو المنصب اللي اعطاك اياه؟ ما محددش، نقل بدون تحديد، نقل الى العمليات. طب انا عارف في مدير عمليات وفي مساعد مدير عمليات، طب انا شو بدي اسلم؟ انا عارف يعني بده يقعدني لا اكثر ولا اقل. فقلت في نفسي اقعد لحالي، بلاش يعني انهان اكثر، اروح اداوم في العمليات مستمع بدون موقع، ما دام في مدير وفي مساعد خلص ما بقي لي دور، يعني مش حيكون الدور. فبقيت في بيروت، بقيت في بيروت، ورأسا استأجروا لي بيت، استأجروا لي العملية المالية بيت، وعندي اثنين من الشباب مرافقين لي، وبقيت في بدون عمل ولا سأل عني وأنا ما رجعتش. بس المهم إنه حيدك الآن. حيدني وقعدت، صرت بلا عمل، موجود بلا عمل. إلى متى هذا؟ وبقيت فيه يا سيدي إلى يعني تقريبا نهاية تقريبا الثمانية، فترة للثمانية وسبعين أعتقد، في شهر تسعة ثمانية وسبعين، في شهر تسعة ثمانية وسبعين أجاني خبر وفاة والدي. فصاروا الشباب ييجوا يعني يعزوني، فيوم من أيام إنه جاي، هو أجا أبو عمار، أجا عندي جاي عزيك. عزيك أجا عزيني. أسا بعد العزاء وشو اسمه قال لي يا أخوي بدك تداوم. قلت له شو أعمل، شو بدك شغلني؟ قال لي أنت مساعد لأبو الوليد. قلت له ما في مساعد عبد الرزاق المجايدة. قال بسيطة، حطك أنت المساعد الأول. اختراع جديد حقيقة، في شيء مساعد أول ومساعد ثاني، في التنظيم العسكري مساعد، أما مساعد أول بس حشو لأكون أنا مباشر يعني بعد أبو الوليد على عبد الرازق المجايدة. ففعلا يعني استشرت الإخوان اللي إحنا أبو صالح الجماعة، قالوا أفضل يكون إلك دور، أفضل إنك تروح. فبعد يومين هيك سحبت حالي ورحت على العمليات، فقعدت في
في العمليات وأعطاني مكتب مقابل مكتبه. هاي مكتبه اللي تكهوشت أنا وياه فيه، اللي قال لي تسافر يا أخويا ومن دري وين، بوابتي قبل بوابته، وأخذت حط المكتب. لكن بتصير تشوفه أكثر يوميا، صباح مساء صباح مساء، أنا أجيب وجهه موجود معنا. بعدها أنا صرت أهلش في بيروت، أشوف شو القوات اللي في بيروت، طلع عليها يعني، صرت مسؤول في العمليات عند اللزوم، بس ما فيش هذا القائد أنا في غرفة العمليات، أعطي أوامري بدي أعرف شو القوات اللي في بيروت. تعرفت أنه في لواءين من جيش التحرير في حينها، لواءين مشاة من قوات جيش التحرير اللي بسوريا، كان دخل إلى بيروت مع قوة الردع، أول أجا وبعدين بقي أخط التماس لواءين من جيش التحرير، القادسية وحطين، لواء القادسية ولواء حطين، وبعدين في لواء للجيش السوري اللي هو مجحفل بقوده كان عقيد اسمه محمد حلال، أيضا موزع في بيروت في تلك المرحلة. وهكذا يعني بلشت أروح أزورهم وأطلع على الحالة فيها. بعدين أجانا مهمة سفر إلى أديس أبابا. هاي هاي أنا قرأت عنها في الكتاب. شو قصتها؟ هذه بتكليف من أبو عمار؟ بالتكليف. هسا في مؤتمر كان في أديس أبابا لنصرة الشعوب الأفريقية والفلسطينية. فيوم اليوم انه ودى وراي وشو ده من المكتب كمالي، قال لي تعالي اخوي تروح في مؤتمر في اديس ابابا، تحضر المؤتمر، وهذه رسالة لمنغستو، حتى كاتب يوميتها على اهداء في كتاب غير الرسالة، في كتاب كانوا الإعلام عندنا في بيروت مجمعين، كانوا المستشرقين اللي يجوا على فلسطين في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، يرسموا المدن في رسومات في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. سووا منه كتاب يعني هو ممتاز، يعني طبعا فاخرة للناصرة لطبرية لعكا للقدس في تلك الزمان، كله رسم للمستشرقين واللي كانوا يجوا في تلك المرحلة. وفي أعطاني أنه تهدي هذا الكتاب، غير الرسالة تهدي هذا الكتاب. الكتاب الصفحة الأولى بدي يكتب إهداء، فبدل ما يكتب منغستو هيلاري مريم كاتب هيلاري منغستو مريم، المهم مشكل الاسم مشكل. اكتشفته وانا وين بعد ما وصلت اديس ابابا وموقع. بعدين يوم انتبهت لها انجبرت امزع الصفحه الاولى، لقيت الصفحه الثانيه فاضيه، كتبت بخط ايدي نفس الاهداء بس بالاسم الصحيح هيلاري منغستو مريم، وصلحتها ووقعت محل ابو عمار، توقيع ابو عمار، قلدت ما هو شحطه وخطين وما فيش شيء. المهم انه يوم توصلت المطار في اديس ابابا، اولا شفت منظر غريب في المطار، حوالي 30 40 طياره زي قراج في منطقه محدده مصفوفات. هسه سالت فيما بعد شو الطيارات هاي، يعني ما هذا مش اسطول. قال هذا يوميا بيجي من الاتحاد السوفيتي تموين للحبشي لمنغستو، لانه تبنى الشيوعي، تموين حوالي 30 40 طياره يوميا نقله، بيجيب حتى الطحين مخبوز، بقدموا له دعم يومي، دعم يومي. هذه قصه. المهم انه فتت على شو اسمه، بيسألوني يعني المستقبلين اللي بيستقبلوا الضيوف، قلت لهم أنا مندوب منظمة التحرير الفلسطينية. فحسيتهم يعني مستغربين، استغربوا، ورغم ذلك جابوا لي سيارة ووصلوني لفندق الهيلتون. مجرد فتت البهو وان وجهي في حلقة ك
قاعدين وصوتهم طالع وانهم كل شبابنا قاعدين بتناقشوا على الكلمة. عبد الله الفرنجي عبد الله حوراني وعزام هذا الأحمد ومندوب من الجبهة الشعبية اللي هو نائب المجلس الوطني حاليا صديقنا عادت راح اسمه عني ومندوب عن الديمقراطية. يعني مش إشي تشكيلة غريبة عجيبة. مين بعتهم؟ هسا كل واحد بعته واحد من اللجنة التنفيذية. ما حدا مركن يتصرفوا بطريقة يعني لا نظامية ولا منطقية ولا ما أقول. بينها أجت الدعوة وتوزعت على الجميع وصار كل واحد يبعث له واحد. كل واحد يبعث اللي عنده. هذا عزام الأحمد في حينها مدير مكتب في 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 بغداد. يعني ملوش صفة تنظيمية إنه يجي يحضر مثل هيك مؤتمر. يعني ملوش صفة. فسلمت عليهم قلت لهم أكيد مختلفين على الموقف السياسي. قالوا والله مصبوط. كنت أنت أخونا عبد الله الحوراني مودي يمكن النشاشيبي وهذاك من دار المودّيمين. المهم كل واحد مودي عضو اللجنة التنفيذية. فقلت لهم اسمع أنتوا كلكم مودينكم أعضاء اللجنة التنفيذية. أنا جاي من أبو عمار شخصيا وهذه رسالة من أبو عمار وهذا كتاب هدية لمنجستو. أنا اللي رئيس الوفد. أنا اللي بقرر وياكم شو الكلمة اللي بدنا نلقيها في المؤتمر. اتفضلوا حطوا الخطوط تبعها وكل واحد منكم يكتب اللي بتعجبه. نحكي الكلام اللي بجمع ما بينكم كلكم. أنا اتفق عليه هو الذي يقال. أبدا. وقلت لهم الكرسي الأول أنا. كلكم بتقعدوا وراي. الكلمة بلقيها عبد الله الحوراني. وفي في البرنامج ثاني يوم كلمة في الميدان. عنده ميدان رئيسي لالينين بده يلقي فيه في مرتبين ثلاث كلمات. كلمة لمنجستو وكلمة لموجابي كانت الساعة ثورة كان مش مستقلة في روديسيا. لا موجابي روديسيا كان ما هو كان اللي صارت زيمبابوي بعدين. زيمبابوي كانت روديسيا أصلا. كان وقتها الساعة مش مستقلة. كلمة لموجابي وكلمة للثورة الفلسطينية. فكنت الثورة الفلسطينية أنا اللي بحكيها. هذا المهرجان. المهرجان اللي بده يصير في ميدان لينين. اتفقنا على الشغلة وأقر فيها. ورحنا ثاني يوم على المؤتمر. مشينا للبرنامج. وثاني يوم على الميدان ألقينا إحنا الثلاثة. منجستو ومجابي وأنا ألقينا الكلمات في المهرجان. مهرجان عظيم حاطين فيه صور لينين وستالين طبعا مدام بيجيهم كل هالعدد من الطيارات كل يوم بدهم يدفعوا ثمن. يعني صور قد الحيط صورة فيها. وقضينا هديتوا المهمة مهم روحتوا. بس المهم هذه الفوضى. هذه الفوضى اللي غير مبررة وثم تعطي انطباع سلبي. يعني شو الثورة هذه اللي جاية بينها 4-5 روس كل واحد بعته حدا. وحضر المؤتمر كمان كاسترو. حضر المؤتمر كاسترو والمساء عملوا حفل استقبال. حفل استقبال كان على شرف منجستو. ورحنا حضرنا شو اسمه ورحت أنا لحالي ما رحش ولا واحد منهم كلف نفسه ينزل يحضر حفل الاستقبال. فت أنا لحالي ومعي مدير مكتبنا. في مدير مكتب هناك اسمه أبو الخل. وقتها كنا نقبه أبو الخل. فيعني يدلني على الأماكن اللي فيها الاحتفالات. مهم قضية. وبعدين قابلت منجستو كمان وهديته الكتاب. وأعطيته الرسالة. كان وقتها في صراع بين الصومال وبين أثيوبيا على منطقة حدودية.
وقتيتها تحدثنا فيها يعني، ويمكن الرسالة بخصوص بدريش أنا أشوف فيها، ما قريتهاش يعني لأنها مغلقة، وسلمت إياها مغلقة، بس هي تتحدث عن هذا الصراع اللي بين صومال وبين أثيوبيا وقتيتها. وعدنا من هذه وقفلت راجعا، وقفلت راجعا وأعطيت تقرير لهذا الذي جرى، لهذا التجمع الفلسطيني اللي يعني مش مريح حتى للمضيفين، انه يجي كل واحد يقول انا ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية. ما هذا اللي حصل؟ طب الان احنا تقريبا بنهايات السبعينيات، وبدأت الامور تزداد توترا في الساحة اللبنانية، ولا كيف كانت الامور ماضية؟ شيء طبيعي، التوتر موجود وخطوط التماس مستمرة، هسه في هدوء، ما في هدوء، في هدوء. بعدين صار الوجود السوري، وصار الخلاف بين الوجود السوري والانعزاليين، صار سوريا طرف في الموضوع، صار الطرف في الموضوع. استمرت واخذت فترة طويلة من الزمن هذا الحال يعني في هذا الواقع، الى ان تفجرت في النهاية في مسألة الغزو اللي حصل في 82. يعني منذ تقريبا بدايات الحرب الأهلية لحد الغزو اللي صار في 82 من قبل الاجتياح الإسرائيلي، والوضع في لبنان مناوشات وتوترات مستمرة بين القوى الانعزالية والقوى الوطنية، بين السوريين صار وبين القوى الانعزالية، بدهم شياهم في المنطقة اللي هم انتشروا فيها في المنطقة الشرقية. واستمرت الحالة يعني دخلوا السوريين بموجب اتفاق مع العرب، يعني العرب هم اللي قرروا، العرب اللي قرروا، وكان في طلب من القوى الوطنية اللبنانية كمان اللي تنكروا إلها فيما بعد، وهو القيادة الفلسطينية وعلى رأسهم أبو عمار. يوم في 76 يوم دخلوا في 76 كانت بناء على دعوة وحضور القيادتين اللبنانية برئاسة كمال جنبلاط وبرئاسة أبو عمار الفلسطينية، يعني يترجوه لحفظ الأسد يرسل قوات، لأنه بدأ يشعروا الطرفين اللبنانيين الوطنيين والفلسطينيين الوجود الإسرائيلي في المنطقة الشرقية وقوته. صار التزويد للقوات اللبنانية أسلحة مدفعية، دبابات، من كل الأسلحة. ولذلك في المرحلة الأخيرة شعر الطرفين الوطني اللبناني والفلسطيني اللي خلاهم يجوا هنا لحفظ الأسد يطلبوا منه في 76 بنص 76 في شهر 6 وشهر 7 يدخل ليحمي، صار بدهم حماية من القوات اللبنانية، لأنه يعني أو خطورة على لبنان أن تقسم لوجود الإسرائيليين. صار شارون ينوجد في المنطقة الشرقية عند القوات اللبنانية مع بشير جميل، يعني صارت القوى الوطنية والقوى الفلسطينية في وسط كماشة ما بين القوات اللبنانية وما بين الإسرائيليين. صحيح. طيب خلينا نأخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف في الحديث. الحوار أبعاد لا تنتهي. الآن أخ موسى نجي على مؤتمر الرابع للحركة، وهذا عقد بعد 10 سنوات تقريبا من المؤتمر الثالث. انعقد الرابع في أيار مايو 1980 وكان حامل وطيس. هذا المؤتمر أجا كما تفضلت بعد 10 سنوات، لأن المؤتمر الثالث انعقد في 71 وتأخر فترة طويلة، كان له ضرورة أن ينعقد فتم الانعقاد. هسا كيف نسب أعضاء المؤتمر؟ هسا حركة فتح ليس هنالك يعني نظم تراتبية انه يبدا من القاعده نسب ممثلين والممثلين نسب ممثلين كما في الاحزاب النظاميه ليصلوا الى العدد المطلوب. هذا مش موجود في حركه فتح،
تاريخيا، لا في المؤتمر الثالث ولا الرابع، واعتقد الخامس اللي انعقد في تونس يمكن على نفس النظرية. فاللي نسب اعضاء لاعضاء عضوية المؤتمر اللجنة المركزية، بس الاساسيين اثنين، ابو عمار وابو جهاد. هسا اكيد ابو اياد له اكم من واحد سجلهم، فلان له اكم من واحد سجلهم، بس الاساسيين في تجميع وتعيين عضويه للمؤتمر اللي قام فيها اخونا ابو عمار وابو جهاد. اذا بيقدر يرتب لون المؤتمر، بيبقى عارف شو بده يعمل. ابدا ابدا، بس ورغم ذلك لابد من الاختراقات. يعني في ناس ما بدهم شيئهم بس بيقدروش يتجاوزوه. يعني في كوادر لو صح لهم انه ما يحضروش بصير، بس بصيروا اقليه. بس لا، بس بيقدروش يتجاوزوهم لدورهم لمواقعهم، لما بيقدروش يتجاوزوهم، بس بيجيبوا عدد اكبر من اللي يعني يتفقوا معهم او يصفقوا لهم في النهايه. و حضر من ضمن الحاضرين في ناس لم نراهم في تاريخنا. يعني العشر سنوات من السبعين للثمانين ونحن في لبنان في كوادر ومسؤولين ما كناش بنشوفهم وبنعرفهم. مش طب أنا على مستوى عضو مجلس ثوري وقائد قوات ثورة في الجنوب، عضو مركزي مثلا مثل شو اسمه رئيس المجلس الوطني الحالي الزعنون ابو الاديب، ابو الاديب عمري ما شفته لانه في الكويت. هذا شو دوره كان؟ بدري ممثل للجنه المركزيه لمنظمه التحرير في الكويت، بس اكيد قريب من ابو عمار. شو قريب هذا؟ هذا بقول لك يعني إذا حضر الإمام لا كلام ومالك في لا قضاء أو لا فتوى ومالك في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة. وإذا حضر الماء بطل التيمم بالنسبة له لأبو عمار. يعني ما دام أحكي أبو عمار خلص بصيرش أنا أحكي، بصيرش أنا أحكي. وخذ لك يعني هيك مناسبة، كيف أنا أول مرة بشوفه في المؤتمر. قبل المؤتمر عمري ما شفته، أثناء المؤتمر قبل بعشرة أيام الكل تجمع في بيروت. ففي يوم من الايام مجد ابو شرار بيتصل معي قال لي تيجي تتغدى منسف؟ ايه منسف تمام، باجي اتغدى، بس ليش؟ ما عنديش استعداد اساله شو عازم. هو مش العزيمه لي، اكيد عازم الناس، بس مين هم الناس مش مشكله، اكيد منا. فنزلت على البيت ما لقيتوش جاي، قعدت عند العيال وبدردش انا وياهم وانه فايت. معي شخص اول مره بشوف في حياتي قبل المؤتمر بعشرة أيام. سلام عليكم. عليكم السلام. سلمت عليه سلام واحد مواطن أبصر مني. جلسنا في جنوب بعض على كنباية واحدة. ماجد يعني لاحظ إنه هذا مش سلام، يعني واحد بيسلم عن مسؤول، على الأقل مسؤول عن عضو اللجنة المركزية أعلى مني مرتبة، أو في عرف أو كيف حالك كيف أنت كيف لا، يبقى ما فيش هالأسئلة. سكت وأنا ساكت. فطلع فينا وضحك قال والله ما انتم عارفين بعض. قلت له مع الاسف والله يعني ما حصلش الشرف. فمات من الضحك بزياده. قال لي يا عمي الاخ ابو الاديب عضو اللجنه المركزيه. هسه انا قبل ما يقول هذا دارت في راسي شو هو هذا؟ منظره مرتب، بدله وكرافه ومنعنع وخدود الحمر، إشي مغترب في أمريكا، يعني شغلة من هالنوع، تاجر كبير ملاك ملياردي، إشي واحد يعني أبها. هذا اللي أخذته عن أبو الأديب. بعد يوم قال لي هذا أبو الأديب انصدمت. سامع بالاسم أنت؟ أنا سامع بالاسم، بعرف الاسم، إنه هذا في الكويت. إذا كان يجي لم نراه ولم يزور مواقع ولا عمره حضر اجتماعات مجلس ثوري مثلا، لأنه اللجنة المركزية بتحضر المجلس الثوري. فقلت مدام صارت واقعة واقعة، مديت إيدي قلت له سلمت عليه من أول جديد. قلت له أخي أبو الأديب أنا متأسف إني ما تعرفتش عليك، كان مفروض أجي على الكويت وأتعرف عليك. ف
فماجد أبصار قال كبير يا أبو موسى كتلاب عضو اللجنة المركزية 10 سنين ما بنعرفك ما بتزورنا ما بتيجي تشوف إخوانك المقاتلين ما بتزورهم ما خليت والله ما خليت لواطي والله ما خليت هذا الأبهة اللي منعنا ما مش معقول مش معقول عمري ما شفته. ولذلك في المؤتمر نستبق الحديث انه مفروض رئيس المطار بنادي بالاسم ياسر عرفات حاضر ابو جهاد حاضر يا الناس هذول المعروفين ابو الاديب حاضر في واحد طلع من المؤتمر قال يا اخي خليك فاضي ابو الاديب بدنا نعرفه بدنا نعرفه بدنا نشوف مين هو هذا القائد تبعنا يعني كمان لطشوا اياها واحد والله ما عرفت مين هو والمؤتمر تعداده كان 550 واحد مش واحد واثنين قاعة طويلة عريضة فلذلك هاي النوعية يعني صارت حضرت المؤتمر مثلا أخونا رفيق النتشي عمرنا ما شفناه ولا عمره حضر مؤتمر جلسات ولا عمرنا شفناه في لبنان إلا يوم صار المؤتمر هذا بنسمع عنه أنه في واحد في عرقة فتح تاجر حتى بقى يقولوا تاجر أسلح أو إشي من النوع وأنه بعيش بين السعودية وبين مصر أما ما لش وجود يعني على أرض الصراع في لبنان ولا يقول في الأردن شيء طبيعي ما كانش موجود فبلشت يعني التحضير وبلش الكولسات في الانتخابات مين بدنا نطلع الجي مركزية مين بدنا نطلع مين بدنا نسقط تحالفات تصير هسا قصة إنه أبو قريع أبو علاء أحمد قريع محسوب هذا صديق لأبو لمجد أبو شرار فقبل ما نزل قال شو رأيكم بصرنا نشوف أنو اللي بدنا نرفعه لجنة مركزية من التيار تبعكم من تيارنا فركزنا على اثنين على مجد أبو شرار وعلى سميح أبو كويك الأخوة اثنين هذولا كان في محمد أبو ميزر كمان يعني قالش معنا كنا ما نقدرش نجيب أكثر من اثنين نقدرش هو مطلوب 5 لأنه الموجود 10 مطلوب 5 ما فيش أكثر ما نقدرش نجيب أكثر من اثنين بالتأكيد فعلى هالحال هاي أبو رفيق النتشي كمان يتصل ما هو بتصير تنكسر هاي انه انت منا ولا شنو بصير الكل صديق للثاني عشان يكسب يعني صوته في الانتخابات المهم في النهايه نزلت كل الناس من لبنان والتجمع الاكبر كان في لبنان وفي بيروت كذا ونزلنا على الشام هنا في المدينه التعليميه لمنظمه التحرير في عذرة منطقه اسمها عذرة وعقدنا المؤتمر في هذا واستمر 10 أيام يعني الآن النقطة الأساسية في المؤتمر هي اللي فجرتها قضية النقاط العشر أو المرحلية المرحلية انتهت ما في خلص هذه القديمة هذه صارت القديمة صارت قديمة بس ما نوقشت في مؤتمر من قبل ما نوقشت ولا انطرحت ولكن بدهم أكدوها في المؤتمر مش مطروحة للنقاش لا بدهم يضفوا عليها مشروعية بدهم يدخلوها في البرنامج السياسي للمؤتمر في البرنامج السياسي للمؤتمر ولذلك هو في المؤتمر استمر 10 أيام نقاشات وخطابات ومهاوشة ومنها مهاوشة يعني اللي زعل فيها أبو عمار في نص المؤتمر يمكن يوم في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس واللي أزعله رفيق النتشي رفيق النتش أخذ كلامه وطلع هو خطيب يعني متحدث أفيدونا أفادكم الله ماذا عملتم في كذا وكذا أفيدونا يحاسب عن جد خطبة عصماء كله اتهامات للقيادة بس مقصود فيها أبو عمار فخرج أبو عمار من الجلسة وراح طلع هسا فكرنا طلع أنه يعني بده يستريح أو بده يسمع شوي ونجاء عليه فتحي مدير المرافق تبعه قال لي مر أبو عمار في وضع مش طبيعي في غرفته بأمانة يوم طلعت ومريت عليه في تخوت عسكرية بننام عليهم وأنه قاعد على التخت وبركة ظهره للحيط وجريه على التخت وبذكي
يبكي يبكي، هذا تمثيل مش تمثيل ولكن بكاء. مالك ليش تبكي؟ هل شايف يا اخويا شو بيحكوا علي؟ يرضيكم؟ هل يرضيكم؟ صرت انا يعني زلمه له اللي هذيك اليوم بده يخلص منك. يرضيكم اللي بحكي رفيق؟ اللي بحكي رفيق؟ افيدونا افادكم الله، ماذا عملتم هذا؟ وبده يخلي الدم للرقب؟ لا، مو قال بدنا نخلي الدم للركب، بدنا يصلح رفيق النسش مصاري الثورة وبالقوة ولو بنجعل الدم للركب. وقت هاجم القيادة هجوم وكان مسلط على أبو عمر وبيعتبروه إنه زلمة لا يعني لأبو جهاد. كان محسوب يعني كأنه لأبو جهاد. يرضيك أنت؟ طيب يرضيك، ما هو أنت يا أخوي أنت وأبو جهاد اللي رتبتوا المؤتمر وأنت اللي جبتوا الناس ولا استشرتوا ولا ما زلنا روك، ما ليش تبكي شوي وإنه جاي أبو صالح، شوي وإنه جاي باقي الشباب يبعث لهم يمكن فتحي يعني أحكي معي وأحكي مع الآخرين. أحكي مع أبو صالح. قال له ليش عليش عليه، تفضل انزل محترم الناس وخلي رفيق النتشي وغير رفيق النتشي يضل يحكي اللي بده اياه، وفي النهايه احنا اللي بدنا احنا معك. هسه صارت الناس يعني بين، وكانه ابو جهاد طلع كانه حاجه وابو عمار حاجه، والحقيقه لا، ما عمرهم مش كانوا في يعني مفترقين، ولكن احيانا تحس انه في يعني سلوك لابو جهاد يعني بعيد شويه عن رؤى أبو عمار، ولكن في النهاية اللي بقرر أبو عمار وبيمشي قراره والقرار بيمشي. وكان في مقولة نداولها في الحركة لأبو ماهر غنيم عضو اللجنة المركزية، بيعلق على اجتماعات اللجنة المركزية، بيقول اجتمعت اللجنة المركزية وقرر الأخ أبو عمار بالإجماع. وقرر الأخ أبو عمار بالإجماع، هذا إقرار حال، هذا إقرار خلص، ما دام قرر ابو عمار صار قراره اجماع، يعني قد ما يكون اي واحد منهم قرار ابو عمار هو اللي بكان هو اللي بيمشي. طب كيف كان انطباع الناس بالخروج من هذا المؤتمر؟ يعني حركه فتح في ازمه منذ ذلك الوقت، ومنذ ذلك الوقت والازمه في البرنامج، صار قصه البرنامج السياسي. البرنامج السياسي حطوا مبادئ وأهداف حركة فتح، تحرير كامل التراب الفلسطيني والكفاح المسلح، وهو في إحدى النقاط وأذكر أنا يمكن رقم 7، تتبنى حركة التحرير الوطني المبادئ التحرير والكفاح المسلح وكذا، وثم تتبنى قرارات المجالس الوطنية، هسه المجلس الوطني اللي فيه عدد النقاط العشرة، وتتبنى قرارات المجالس الوطنية بما لا تتعارض مع مبادئ وأهداف الحركة، وقررت بهالطريقة شوية يوم إنه راحوا طبعوا ورجعوا وإذا به شو مغيرين فيه، بكونها لا تتعارض بما لا يتعارض، كونها لا تتعارض كاموا بما لا يتعارض، حطوا بدال بما كونها يعني لا تتعارض. صارت قرارات المجلس الوطني لا تتعارض مع أهداف الحركة، هذا المبدأ اللي اتفق عليه. تتبنى حركة فتح قرارات المجالس الوطنية بما لا يتعارض، شالوا بما حطوا كونها، صارت ملزمة، صارت ملزمة قرارات المجالس الوطنية ملزمة لحركة فتح كونها لا تتعارض. النص الأولاني بما لا يتعارض، يعني كل القرارات للمجالس الوطنية نتبناها بما لا يتعارض، يعني أي قرار بتعارض مع مبادئ فتح غير مقبول، تشيل بما حط كونها، إذن انت تبنيتها كلها. هنا قامت الضجة، صار في بيانين، صار في برنامجين سياسيين متناقضات. مين اللي غير الصياغة؟ أبو عمار. أبو عمار غير أبو عمار،
وانتهى المؤتمر دون أن يتفق تتفق الحركة أي منهم من البرنامجين بما لا يتعارض أو كانها لا تتعارض، دون أن يقر البرنامج أي منهما تتبنى الحركة. ظل معوم الموضوع. وظل معوم. وفي اليوم العاشر حصل الانتخابات. هسا أدخلوه محمول على كتاب، بعدين أجت ناس أخر بعدنا يعني وهيصة وحملوه لبعمل رجعوه للمؤتمر. محمول على كتاب حملوه ورجعوه للمؤتمر، وطلع يا سيدي على المنصة وألقى كلمة بده يبكي الناس فيها. ده يعني هو اللي يعني اللي بدأ في الحركة، قدم كل ما يملك، كان هو يعني لديه رأس مال محترم، بيشتغل مهندس معماري في الكويت، وأنا أنت بتعرفه أنا بأكل من أكل المقاتلين ومن كذا، وأنا ويا أخويا هذا الجاكيتة يا أخويا مش جاب لي إياها فين، من جاب لي إياها يا فتحي، وهذه البنطلون نودي جاب لي إياها يا فتحي، ويعني أنا لا هو من الناحية هاي صحيح يعني لا أكله مميز ولا لبسه مميز ولا نومه مميز، هذه فيها الصفات هاي حقيقة موجودة. فاستعطف الناس عواطف الناس، الكل يسفك لأبو عمار وهيصة لأبو عمار ورجع يترأس الجلسة. هو عنده كاريزما رهيبة كان. عنده مقبولة. وثم صار الانتخابات في النهاية لأعضاء اللجنة المركزية، فنجح وقتها قدرنا نجيب ماجد أبو شرار وسميح أبو كويك، وبعدين نجح هاني الحسن ونجح سعد صايل أيضا، أعتقد أربعة. هاني الحسن كان محسوب عليكم برضو؟ لا 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 لا، هاني الحسن معادي، هاني الحسن معادي لكل إشي. هاني الحسن يا رجل بيسوي ندوة في التسعين في لندن، وبنشرها أخوه بلال في اليوم السابع، جريدتهم اليوم السابع بيقول فيها في الندوة، والندوة كل الحاضرين مثقفين إنجليز ويهود، بيقول لهم منذ عام 68 ونحن نضال حياة أو موت في داخل منظمة التحرير للوصول إلى ما وصلنا عليه، هذا سنة 90، للوصول إلى التسوية والسلام والجسم. هذا هذا شو دخله؟ هسا بنحكي لك في الاجتياح شو دوره كان هاني الحسن. لا هاني الحسن واحد يعني بايعها من زمان، مفروض يكون في جنب أبو مازن يعني، بس مش ماخذ يظهر دور لأنه يظهر مش مهيأ له كل الطلبات. وإن كان بالفترة الأخيرة هو وجه انتقادات لاذعة على السلطة الفلسطينية. هو وجه مظبوط. وجه، بس يظهر شايف حاله تعب هسه، هو صابته شلل وما شلل. هو مهمشينه الآن ما في شيء خالص. ثم انتخب المجلس الثوري. هسه المجلس الثوري عندنا له نظام، إنه في جزء منه ينتخب وجزء يعين من موقعه، يعني قادة القوات يأتوا بدون انتخاب، أعضاء المجلس العسكري يأتوا من خلال مواقعهم، ولو تغير المنصب صاحب المنصب هو اللي بيجي، يعني الكرسي للمنصب مش للشخص. بالضبط. فيوم أنا رشحت حالي للانتخاب، أنا باجي من خلال موقعي نائب مدير مساعد أول لمدير العمليات لسعد صايل، باجي. تحتاجش ترشح حالي؟ بحتاجش، ولكن أنا رشحت حالي. فود وراي قال لي ليه ترشح لك يا أخوي؟ ما أنت بتيجي من وراي. قلت له مشان بعد يومين ثلاثة ولا شهر ولا سنتين زمان تشيلني من الموقع، تنقلني على موقع آخر، بطل عضو. ببطل عضو، أنا بدي عضو من المؤتمر. قال أنت ثقتك فيك إيه؟ قلت له لا، ما جرت سابقة، فيها سابقة يعني تنقلني بدون ما تشاورني يعني. فالله يعطيك العافية، شكرا، أنا بدي أنتخب. وكان من أعلى الأصوات، حتى أعلى من أم جهاد اللي هي مرت أبو جهاد، في حين نجحت عضو مجلس ثوري بس أخذنا أصوات أكثر منها. وهي نجحت بالترشيح؟ هي نجحت عضو مجلس ثوري في حينها في ذاك المؤتمر، بعدين في الخامس نجحت عضو لجنة تنفيذية، عضو لجنة مركزية
نعم يا سيدي. وانتهى المؤتمر بدون برنامج سياسي متفق عليه بما لا يتعارض وكونه لا يتعارض، والكل متمسك باللي بده اياه. وما ناقش المؤتمر شو اللي صار، زياره كامب ديفيد وزياره السادات ومش عارف ايش، كلها حكي مصايحه، كلها طوش، واللي بده يخرب على المتحدث يصير صفقه اللي مع القيادة، واللي مجد أبو شرار ما خلوش يحكي، زي سينما يعني، زي مهرجان. المؤتمر زي مهرجان. طلع واحد مثل أبو الزعيم، كنت تسمع فيه يوم مجد طلع يحكي، وأول ما بلش في أبو عمار مسكوا إنه ذهابك وإيابك للدول هاي الخليج وما خليج، شو المقصود منها، شو يعني بنجني من السعودية وغيره وغيراته. وقف أبو الزعيم، عاش الأخ أبو عمار، يا يعيش، وما بطل حدا يحكي لأبو عمار وهذا قائد الثورة وهذا. عاد هو نفسه انقلب بعدين، هو بعده مش هذا الانقلب، وصار في الأردن ومع الأردنيين، صار عميل للأردن يعني. كان يعني من رجالاته ومن أذنابه في المعركة. لا يعني ليس كالمؤتمرات اللي بتصورها الواحد، توضع فيها المسائل وتناقش بهدوء وبرزانة وبمفهومية ويتخذ فيها توجهات بالأغلبية أو بالأكثرية أو بما شابه ذلك، فيش منه هذا كله، كله ما فيش منه، وكله خطابات. وفي النهاية هالبرنامج السياسي لا أكثر ولا أقل اللي معالجش كل القضايا السابقة من ما بين المؤتمر الثالث للمؤتمر الرابع، ولا بيحاسب على أخطاء، ولا بيحاسب على الانحرافات، ولا بيحاسب على أخطاء، ولا بيحاسب، ولا ما يحزنون أبدا. يعني من 550 واحد يمكن 100-150 واحد اتكلموا، 10 أيام والناس تخطب على بعضها لا أكثر ولا أقل يعني. لا في قرارات، وحتى الانتخابات هذا نبيل شعث الأخرى في بيروت في الدراسات، وبعدين في الدراسات مش مقيم يعني، كان عنده مؤسسات اقتصادية في مصر، بروح وبيجي، وعنده دورات يعطي محاضرات فيها في الجامعة الأمريكية، كيف تنمي رأس المال تبعك، كيف تستثمر في الكوكاكولا وفي البيبسي كولا وفي هذا دوره. هذا أبو عمار انتخبه، فرضوا على المؤتمر رئيس للمؤتمر بدون تصويت وبدون انتخاب ولا شيء، أنا بقدم أخونا الدكتور نبيل شعث يرأس المؤتمر. وطلع على جسمه، موافقين مش موافقين، مصايحة، خلص رئيس مؤتمر، وحط رئيس مؤتمر. ويوم صار انتخابات المجلس الثوري قال أنا برشح، مفروض أنت كل واحد يرشح حاله وبعدين بصير التصويت، أنا برشح الأخ نبيل شعث عضوا لمجلس الثوري. كيف ترشح عضوا لمجلس الثوري؟ أحكي هالكلمتين بلشت الناس تصفق، صفقوا يعني نجح خلص وصار عضو مجلس ثوري. هذا نبيل شعث، هي زي القبيلة. كان في واحد متهم من الحركة اسمه محمد سلامي جرادي، كان متهم انه في تواصل مع الاخوان المسلمين في البلد هان، ومحبوس في البلد. أبو عمار وقف قال انا برشح اخونا محمد سلامي جراد عضو مجلس، وهو في السجن، وهو في السجن هان سفقوا وصار عضو مجلس ثوري. في عندنا اثنين اردنيين، ابو الحكم وواحد اسمه ابو فواز، انا برشح ابو الحكم عضو مجلس ثوري اردني، هو سفقت 4-5 طلعوا هيك يعني تشبيه. نفس الطريقه نفس الطريقه يعني في الشباك التنظيم هذاك الحالي. طيب اخ ابو موسى، خلينا نتوقف هنا، انتهى وقت هذه المراجعه، لكن نكمل المسير في مراجعة قادمة إن شاء الله.